ما نمناش. ماما قعدت تتخانق مع عمي يجي 16 ساعة لغاية ما وافق. قالت له يعني انت كنت بتسأل علينا؟ ده انت يا دوبك جيت جنازة المرحوم ودي وش الضيف، جاي دلوقتي تتشرط؟ انت تحمد ربنا ان احنا جايين ناخد رأيك. امها ست تتقل بالألماظ يا وحيد. يا سلام يا سلام ونعم. امال ايه؟ عقل ايه وتقل ايه وثقافة ايه ومعلومات ندرة ايه؟ لا وايه بقى واقناع. يا سلام يا سلام ونعم. عشان تعرفها كويس يا وحيد يبقى لازم تقعد معاها، وظريفة بشكل. هي مش حضرنا ولا ايه؟ ماما عظيمة يا سعاد، يظهر من الكلام انها اسم على مسمى. لا ما هي اذا كانت بالمواصفات دي انا مصمم انها تزورنا هنا ان شاء الله. بس ما يجي عمي ويقابل طاهر بيه. الله مالك يا ميس؟ لا ابدا ولا حاجه. لا باين عليكي سرحانه. لا هي مش سرحانه، هي منسجمه مع نفسها. يا سلام يا اولاد على جو العيله. او انا في وسطكم كده بيتهيألي اني سلطان زماني. بقولكوا ايه يا اولاد، تيجي بعد ما نكتب كتابنا انا وسعاد نسافر كلنا نقضي الحكايه دي مع بعض؟ حكايه ايه يا دادي؟ قصده شهر العسل طبعا. انت مسميها حكايه يا بابا. والله ما كنت عارف انك بتتكسف. ولد ميسة شايفه خارج بيتكسف ازاي؟ انا رايي ان كل اتنين يقضوا شهر عسلهم لوحدهم وبحريتهم. شايف يا دادي سعاد ما بتتكسفش ابدا. وانا اتكسف ليه؟ انا طول عمري واضحه واضحه قوي. عن اذنك يا خالي. رايحه فين يا ميسة؟ معلش اصلي عندي صداع جامد قوي، لا مؤاخذه يا سعاد. براحتك يا روح قلبي. انا ما كنتش اعرف ان السعاده دي كلها جواك يا سعاد. من حقك بقى يا عم تتفرج على الوجه الاخر للعمله. وحيد بيه ده مسعد قوي يا طاهر بيه. طبعا طبعا ده انا مسعد خالص. انا اتعرفت على ميسة. عن اذنكم. ايه وحيد بيه جالك صداع انت رخى؟ لا ابدا، بس يعني في الظروف اللي زي دي واحد زي لازم يخلع عشان تاخدوا حريتكم وتطلعوا اللي جواكم. مش مهم نطلع ولا نقول، احنا نبص لبعضينا كفايه. عن اذنك يا سعاد هانم، عشان طالع لميسه حبيبتي اصلها وحشتني قوي قوي قوي. عن اذنك يا دادي. مع الف سلامه. بتضحك على ايه؟ بضحك على وحيد. الواد ابتدى يقول لك يا سعاد هانم. طبعا ملط ابوه بقى، يعني انا ما صدقت لقيته من هنا وجبت له ملط اب من هنا. قولي لي يا سعاد، انت حبيتي قبل كده يا سعاد؟ احب ايه يا طاهر بيه؟ انا فتحت عناية للدنيا لقيت نفسي يتيمه، لقيت نفسي مسؤولة وفاتحة بيت. المسؤولية خلتني أحس إن أنا راجل. نسيت في الزحمة إن أنا بنت. عارف الحتة عندنا مسميني إيه؟ إيه يا سعاد؟ سعادة فهمتي يا ميسة؟ خلينا نتفاهم. نتفاهم في ايه يا استاذ؟ دي جاية تستلم الفيلا. يا ميسة يا حبيبتي خيالك مش لازم يتعرض لأي انفعالات. انت مش خايفة عليه؟ انت عايز تفهمني ان انت خايف عليه؟ انا عندي الحل الوحيد اللي يوقف جوازه من سعاد. ايه؟ اتجوزها انت؟ هرجع اشتغل في البحر تاني. مدة ايقافي خلاص انتهت.
بعدين انت بتفهمي طاهر بيه الحكاية في هدوء وكل شيء يرجع لأصله. مفيش حاجة ممكن ترجع لأصله. اللي انكسر مش ممكن يتصلح. تلعبت بعواطفنا كلنا. اشتركت في مؤامرة دنيئة ضد إنسان طيب. فتح لك بيته وقلبه. سرقت عواطفه وحبه. ده أنا لولا ظبطتك كنت عايز تهرب. ما كانش حد قدر يعرف الحقيقة. لا يا ميسة لا. أنا مش حيوان، أنا بني آدم وعندي ضمير. جايز كان واخد اجازه في وقت الاوقات، لكن انا سبتلي الجواب بكل حاجه. دلوقتي ارجوك تسيبيني اطلع من حياتكم، هو ده الحل الوحيد وكفايه لحد كده. لحد فين؟ لحد خالي ما هو متاكد 100% انك ابنه؟ لحد ما حبيتك بقيت كل شيء في حياتي؟ لحد ما بقيت مراتك؟ ثم انت لو هربت دلوقتي انا هيبقى موقفي ايه؟ ابقى متجوزة مين؟ بترد؟ ساكت ليه؟ اتتكلم يا وحيد بيه. انا حوصلك يا سعاد. مفيش داعي يا طاهر بيه. حوصلك يعني حوصلك ليه بس؟ ما خليل موجود يا سعاد. انا بستخسر اي لحظه تمر في حياتي من غير ما اقضيها معاكي. طاهر بيه الكلام ده لسه ما انش اوان. امال اوانه امتى بس يا سعاد؟ نهايته. اتفضلي اوصلك. ماشي ماشي. حلوه ماشي طالعه من بقك زي السكر. بس انا مش هوصلك ماشي، انا هوصلك في العربيه. اتفضلي اتفضلي يا سعاد. اتفضلي يا سعاد.
تسيبني كده كده. انت فاهم انك ممكن تهرب؟ انا ما هربتش. لا هربت، وانا مش هسيبك غير لما الاقي حل للمشكله اللي انت وقعتنا فيها دي. صدقيني يا ميسه، انا حذف اللوكاوند المتواضعه دي ووعدت. مش هسيبك، هنزل معاك هنا. اتفضل هات الشنطه معاك لو سمحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا سعادة الدين. عايزين اوضتين. تحت امرك يا فندم، اي خدمة. البطاقات لو سمحت. اهلا وسهلا وحيد بيه. اهلا بيك يا اخوي. المدام تبقى لحضرتك ايه؟ مراتي، والمفروض ان انا في شارع العسل. اي خدمة يا فندم. اوضتين؟ اوضتين. واضح انكم متجوزين. اوضتين وعقد الجواز اهو. اهو. اوضتين يا فندم. ايه يا سيرة؟ اوضتين. ايه مستغرب ليه؟ حضرتك متجوزين عادي. حضرتك يا عبدو. نعم يا استاذ. 13 و14. حاضر. اجمل واشيك اوض في اللوكاندا يا فندم، ولما تنزل حضرتك تبقى تملى البيانات. اول مره اشوف عريس وعروسه متجوزين وفي شهر العسل وكل واحد منهم نازل في اوضه لوحده. تفضل تفضل. الشباك ده بقى يا سعاده البيه بيطل على البحر طوالي، والاوضه دي بقى يا سعاده البيه بنأجرها ب 30 جنيه في الليله في موسم الصيف. والاوضه الثانيه فين؟ اهي يا ست هاني، وفي بينهم باب. اتفضل. اتفضل. الشباك ده بقى يا سعاده البيه عارف راخر بيطل على البحر وبتاجروه ب 30 جنيه في الليل. انا هاخد الاوضه دي، من فضلك تجيب لي الشنطه بتاعتي. حاضر يا ست هاني. دي ايه دي ايه؟ اي خدمه ثانيه يا ست هاني؟ سلامه. على اذنك تعال هنا. رايح فين؟ اسيبك تستريح شويه وانا كمان لازم استريح شويه. انا مش هستريح غير لما تخلصنا من المصيبه اللي انت وقعتنا فيها دي. استريحي لك شويه، انت ناسي يعني بقالك يومين ما نمتيش؟ بعدين نتكلم. بعدين امتى؟ لما تهرب وانا نايمه؟ انت من ساعه ما خرجت من اوضتي امبارح وانا عارفه انك هتهرب، لانك ما عندكش سلاح في حياتك تستعمله غير انك تهرب. يا ميسى هانم، انا ما هربتش. انا فكرت اجي اسكندريه عشان ابعد عن الفيلا وعن سعاد، عشان اقدر افكر واتصرف بحريه. ثانيا عشان احاول ارجع البحر، خصوصا ان فتره الايقاف خلصت. يعني هتسافر وتسيبني متعلقه بين السماء والارض؟ لا انا متجوزه ولا انا متطلقه. انت مجهده وانا مجهد. ننام شويه وبعدين نقوم نشوف هنعمل ايه. على اذنك. ست ميسة مش موجودة في اوضتها يا سعادة بيه. مش ممكن. ايه اللي بتقوله ده يا كامل؟ زي ما بقول لحضرتك كده. يعني ايه؟ دولابها مفتوح ومفيش حاجة أبدا في دولابها. يا ميسة، ميسة. الله، يبان عليها عزلت يا كامل. الله أعلم يا فندم. أمال الوحيد بيه فين؟ أشوفه.
روح شوف بسرعه شوف الحته اللي احنا فيها دي. استرها يا رب. ايه ده؟ اسعد بيه وحيد بيه مش في اوضته وكل حاجه ملمومه. ايه اللي تبغوه ده انت؟ ده اللي حصل يا فندم. العيال راحوا فين يا كامل؟ الله اعلم يا سعاده البيه. وانتوا كنتوا فين لما حصلت الحكايه دي؟ لازم الحكايه دي حصلت في وش الفجر او بعد نص الليل يا سعاده البيه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه؟ ما سابوش ورقه؟ ما كتبوش حاجه هنا ولا هنا؟ ابدا يا فندم. اطلع قدامي دور معايا في السرايا. يلا. ميسة ميسة. ايوه انت صحيتي؟ ايوه ممكن نقعد شويه؟ طب دي واحده غير هدوم. انا هستناكي تحت. لا استناني عندي. اصل انا نزلت وخلصت مشكله سفر وان شاء الله هسافر كمان يومين ثلاثه. طب وانا اما نقعد نتفق على كل حاجه. رحت المأذون ولا لا؟ لا. طب انا عايزه اتطلق بقى لو سمحت. ما هو ما دام انت موجوده وانا موجود قصدي وحيد موجود نخليه طلاق حضوري احسن بدل ما ورقه الطلاق تروح على مصر على الفيلا عند طاهر بيه وتبقى فضيحه. يا سلام، وهي دي بس اللي هتبقى فضيحه؟ ما هو ما انا نفسي نقعد مع بعض عشان افتح لك قلبي واريح ضميري واسمع منك كلمة مسامحاك يا موسى. لا مش مسامحاك يا موسى. دي لولا اكيد هي اللي بتضربه وهي اللي بتصوت. يا شيخ لقيت اتكسر رقبتك ورجليك كمان. يا مية افتح الباب. مش فاتحه الباب. بقول لك افتح
مش مالحه. طيب وانا هعمل لك مذكره في الاسم، هخليهم يحبسوك ويخربوا بيتك. يا دي الكسوف، لما قلت سعاده البيه انا اصل افتكرت الاوضه فاضيه، اصله لقحني كده هوت الباب اتفتح وانت داخل على طول، ورحت زنقها في ظهري كده وقت عشان خاطر ما يخشش يكمل ضرب. حقك عليا يا ده الكلولة. دهي وحشاني يا لولا. لولا يا كذاب يا غشاش يا منافق. ازيك يا حلو؟ تعالى فوقها معايا. حلو عفريت مطعم. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. متفوي ما تسيبنيش يعمل معروف يا دكتور عبد الخالق، الحقني بسرعه. تعالى شوف المصيبه اللي انا فيها. في انتظارك، مع السلامه. اسمع يا عواد. افندم ساعة البيت. تروح العنوان ده اهو. ما تسيبهاش لما تجيبها معاك. هي مين يا فندم؟ الأنسة سعاد يا بني آدم. حاضر يا فندم. تاخد عربيتي وتكون عندي هنا في أسرع ما يمكن. تحت أمر ساعة البيت. اسمع، تجيبها في إيدك، أوعى تيجي من غيرها. حاضر يا فندم. وعلى العموم يا استميسة، أنا بعتذر لك بالنيابة عن الفرقة كلها. اصل بيني وبينك انا الفرقه كلها. قوم بص راسك. لا خلاص، انا فعلا مش زعلانه ولا حاجه، انا بس اتخضيت. هي اتخضت ولا اتلخمت؟ ولولا اترعبت، ومن بعد الرعب ده مش هخلي الثاني ابدا. يخيبك يا موسى عدي. يولا مؤاخذه بقى، انت ما متش؟ لا لسه. لسه؟ ده احنا اتقهرنا عليك قهر، وعيطنا عليك عياط، وقرينا الفتحة على روحك قراية. ولا كل ما افتكر لك غنوة يا مسعد اعيط واقرا لك الفتحة، اعيط واقرا لك الفتحة. ايوه بس خلاني تفهموا الاول ان مش انا اللي مت. انا يا لولا ابويا عضو مجلس امة سابق. انا ابويا ما كانش عضو في حاجة ابدا. وانا شعرفني يا مسعد، حد عارف انت كنت رايح فين وجاي منين؟ ده كان عامل زي فرقع لوز، زي الخيلة الكذابة، ساعة معاكي ومليون ساعة مختفي. بقول ايه يا موسى؟ نعم. انت طالع البحر صحيح؟ ان شاء الله. طب ما تيجي تشتغل عندي يومين اثنين. لا مش فاضي يومين اثنين. عشان خاطر يا موسى النمر اللي عندي كلها مضروبة، والجمهور حفظها صم. اعمل معروف في عرضك، شكلنا وحش، ربنا يخليك. معلش يا لولا انا عندي مشاكل كتير ولازم احلها قبل ما اسافر. كلمي يا استاذ. هو يعني لازم تسافر؟ اشتغل معاهم وابقى حل مشاكلك على مهل. لا يا ميسه لا. كمان نفسي اشوفك على المسرح بتغني يا موسى. لا كمان علشان خاطري. علشان خاطري. سكت وضحك موافق، ربنا يخليك يا شيخ تكني. نفسي اعرف بس هم عملوا كده ليه؟ هم مش مكتوب كتابهم؟ خلاص يبقوا راحوا يقضوا شهر العسل على كيفهم. هم مش خدوا حاجتهم معاهم ومشوا هم الاثنين مع بعض. خلاص دي حاجه ما تخوفش، ده رايي. بس دول معهمش فلوس خالص يا دكتور عبد الخالق. خالص؟ معاهم ايه يعني؟ شويه جنيهات؟ دول زي ما يكونوا كانوا عايشين جوايا وفجاه عزلوا. هم فعلا عزلوا. ميسه خدت معاها كل صيغتها. أنا قلقان يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، رقيتك واسترقيتك. إيه اللي أنت بتعمليه ده يا ماما؟ إيه ببخر البيت؟ ده عين يا ضنايا. وده خلاص بقى مننا، لازم يعرف عاداتنا. وحبخره يعني حبخره. رقيتك واسترقيتك يهدي سرك ويعمر بيتك. كفاية بقى اللي بتعمليه ده، مش معقول. هو صحيح فلك للور بلدي، لكن بقى بقول لك إيه، مش هرتاح إلا لما بخره. وحبخره يعني حبخره. سيبيها سعاد هانم، علميا التبخير فيه راحة نفسية،
بخري استعظيمة بخري. رقيتك واسترقيتك يهدي سرك ويعمر بيتك ويكتر كتاكيتك. احفاد احفاد. لحظة واحدة من فضلك. ايوه. على مهل سيادتك شوية. احباس احباس. اكمل يا بيه. اتفضلي. احباس احباس. رأيتك من عينين الناس واحبسك يا عين في بحر غواص. بسم الله. خلاص 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 يا اخويا. طبعا ارتحتي اول. مش معقول غنيت بالسلام ده. كنت هاي. الحمد لله بالسلامة. الحمد لله بالسلامة. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. مفتاحكو ومفتاح حضرتك. شكرا. ومفتاح حضرتك. شكرا. ميرسي قوي قوي يا موسى. ثانك يو ثانك يو. ربنا يخليك. صباح على خير. صباح الخير يا عم عواد. اهلا اهلا وسهلا. يا صباح الهنا يا صباح الرضا يا صباح الفل يا ست الكل. نورت مكتبك. الله ربي مكتبك يا عواد. نورت الشركه كلها يا استهانم. هنعمل ايه بقى يا عم عواد؟ طاهر بيه جالي لغايه البيت. كان لازم يا فندم. وانت شويه. الله ربي ده انت الخير والبركه بتاع الشركه بتاعنا. ده كلام كبير قوي يا عم عواد. صدقيني يا انسه سعاد اللي ينسى افضالك على الشركه دي يبقى انسان جاحد. ده مفيش يا دوب كام شهر من تعيينك وهله البشاير علينا هنا. اولا طاهر بيه لقى ابنه ضناء اللي كان فاقد فيه الامل. ثانيا الشركه بقى تمام التمام والانتاج زاد. ثالثا وده المهم ان بفضل الله تعالى وبحسن ادارتكم الرشيده انصلح حال الشركه. اي أيوة والله. بصت الطاهر بيجت تحت امر قدامك يا فندم. هي دي؟ ايوه يا فندم. دول بس يا عم عواد؟ ايوه يا فندم هم بس. فيش اي تلغرافات جت؟ لا يا فندم مفيش حاجه. طب خد يا عم عواد هات لي سندوتش واعمل لي كوبايه. تحت امرك. سندوتش وشاي كومبليت يا ست سعاد. الله يرضى. خدي بس في ايدك. تحت امرك يا فندم. تحت سعاد سعاد. كويس انك رجعت الشركة يا سعاد. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الساعة لسه 7:15. تفكرك عناية دقت طعم النوم يا سعاد. انت قلقان ليه بس يا فندم؟ قلقان ليه؟ لا انا مش قلقان يا سعاد. انا يحصل لي جنان. طيب وحيد اقول جايز لسه في شويه صعلكه وعدم تحمل مسؤوليه. لكن ميسة اقول فيها ايه؟ انا لازم ابلغ الجوز يا سعاد. ايوه علشان تكتب في الجرايد ويعملوها فضيحه. ولو انا لازم ابلغ. يا نمت المحامي كام؟ في جواب يا فندم جه في البوسطه مكتوب عليه الى والدي الحنون طاهر بيه. يبقى منهم يا سعاد. انت مش قولي كده من الصبح. لو حضرتك ما ادتنيش فرصه. اهو يا فندم. هادي. الامضاء وحيد يا سعاد. اول جواب العقروت يبعتهولي يقوم بعتهولي في الظروف المهببه دي. اعوذ بالله. خط منيل. نعم يا سيدي. بابا الحبوب الحنون. لا تقلق علينا. بيقولي لا تقلق علينا ولا تبحث عنا ولا تشغل بالك بنا. ودعنا فيما نحن فيه من سعادة. سنعود في الوقت المناسب أنا وميسة. نهديك القبولات يا وحشنا. مش قلت لحضرتك ما تقلقش. أولا دلوقتي بس ارتحت يا سعاد. If you break my heart again, if you cause me in pain, حسابك هيبقى بعدين 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 بعدين. If you break my heart again, if you break. مولاتي الأميرة. يا مولاتي الأميرة. خادمك المطيع مسعد حسان البرقوقي يدعوك إلى تناول طعام الإفطار.
سندوتشات الفول والطعمية والمش والفسيخ جاهزين. هيا يا أميرتي بدر البدور. ولما أنا بدر البدور أما سعاد هانم تبقى مين؟ سعاد تبقى شهرزاد المؤلفة العظيمة بتاعت حواديت ألف ليلة وليلة. على كده بقى أنت تبقى الشاطر حسن. لو دي السادة أنا مش الشاطر حسن، أنا الخايب مسعد اللي حاول يجمع بين شهرزاد وبدر البذور. تعرف يا مسعد إن أنت أظرف بكتير قوي من الجدع ده اللي اسمه وحيد. وحيد؟ يا عيني عليه، مؤدب وابن ناس أكابر. على فكرة أنا ما كنتش أعرف إنك موهوب بالشكل اللي شفته في المسرح امبارح ده. يعني؟ لا حقيقي أنا مش عارفة ليه أنت ما تشتغلش في المسرح على طول وتسيبك من حكاية البحر دي. ده انت مشروع فنان كبير قوي. المهم بعد ما نفطر نتوكل على المأذون. ممكن اطلب منك نأجل الموضوع ده؟ نأجل ليه؟ يعني انا بقول مفيش داعي للاستعجال، يعني ممكن نأجل الموضوع ده لقبل سفرك بساعتين ثلاثة، حتى على الاقل يبقى وضعنا في الاوتيل طبيعي. ولا انت مش عايز نقعد معاك اليومين اللي فاضلين لك قبل سفرك؟ قلت ايه؟ ماشي. فنجانك ما شاء الله بيرقص من الفرح، رايق وصافي زي عين الديك وسهل يتقري. يا عيني ايه، شمع قايد وكوشة منصوبة وزغاريت، كل ده موجود في الفنجان يا ماما. اه يعني حرم اقدم قهوة لأي حد يجي عندنا؟ ما تقدميش انت، اقدم انا واشوف برضو الفنجان. يا ماما الناس تقول علينا ايه؟ بنقرا الفنجان؟ يا بنت واحنا بناخد من حد فلوس؟ دي هواية ولا محترفة؟ انا الحق عليا اللي خليت طاهر بيه يجي عندنا هنا البيت. قبل ما يجي هنا انا رحت له. كملي يا ست عظيمه كملي. اتنين اهم. نعم. شايف ايديهم؟ هما فين؟ بحلق في الفنجان كويس واكيد هتشوفهم. ايوه. لقيتهم؟ ايوه اهم قدامي، مالهم؟ مش كده يا ماما. اسكتي يا سعاد، ما ضيعهمش مني، ده انا صدقت لقيتهم. بحلق في الفنجان كويس. هما مين؟ هما مين؟ ايوه اه ايوه، ده الولد وحيد ودي البنت ميسه. يخرب عقولكم. مالهم بقى؟ بيشاورولك. نعم، بحلق في الفنجان كويس وهتلاقيهم بيشاورولك. يعني ازاي يعني؟ انا هكسر عده القهوه اللي موجوده في البيت دي خالص. جري يا سعاد، انت لو سمحتي ليه؟ حرام عليكي، حلي عنه شوية، ده مش حملك. ايه الحكاية بالظبط يا سعاد؟ معلش يا طاهر بيه، دي حكاية بيني وبين ماما. قلتي ايه؟ اتجوزيه وانا اخلص. صباح الخير. يا صباح الخير. 13 و14 وحيد بيه، لا مؤاخذة يعني لو فيها رزالة يعني. اتفضل اترازل. انا شايف ان في ناس بتناديك بيا استاذ مسعد. وانت اتبخولت؟ في الحقيقة عشان ما تتبخولش، انا اسمي في شهاده الميلاد وحيد طاهر عبد الظاهر، الاسم الفني اسم الشهره مسعد، زي صباح ما اسمها صباح، وزي الله يرحمه عبد الحليم حافظ ما اسموش عبد الحليم حافظ. اسم فني يا اخي، انت عمرك ما شفت فنانين قبل كده ولا ايه؟ طبعا، لا مؤاخذه وحيد بيه، قصدي استاذ مسعد. هتيجي تبخولتي تاني؟ حاجه تمخول يا بنتي. اما انت كنت سريع البديهه بشكل عجبتك قوي. اصل كنت متوقع السؤال بدون فيك. شفتي بقى ساعات ان الظروف ممكن تخليك تبقي كدابه. انا مش وافقتي على كدبتي على الراجل؟ اصله كان ممكن يعمل لنا اشكال. ايوه اللي عايز اقوله لك، ان ساعات الواحد يبتدي بكدبه صغيره وبعدين ما يعرفش يلمها. مالك؟
انت لسه مصمم تسافر؟ خلي انسان طيب قوي يا مسعد ممكن يقف جنبنا، وانا مستعد اعترف لخالي ان انا اللي اخترعت الحكايه دي كلها، واقول له علشان كنت بحبك وكنت خايفه ما يوافقش على جوازنا ويرفضك، علشان كده ألفت كل الموضوع ده وقدمتك على انك ابنه. الله 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 الله، انت هتتعلمي الكذب زينا يا ميسه وتبقي مياسه. فيها ايه بس لو ما تسافرش وتشتغل هنا؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ انا بحبك يا موسى. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور عبد الخالق؟ ايه ده؟ هو انا تايه عن خط وحيد؟ ده مش خط وحيد ولا خط ميسة. ما تخليكي معانا يا سعاد. يا سعاد الجواب اللي جالنا مش بخط وحيد، دي جناية بقى، دي عصابة. انا واقع في ايد عصابة، عملية اختطاف، انا قدام عملية اختطاف. هو وحيد ده ايه؟ ملوش اصحاب اصدقاء معارف؟ اصحاب اصدقاء ومعارف. عزيزة العلمة الى اللقاء.